شجرة بلدي عن شموخ بلدي الحبيبة بالكرم طمحة بحورة والنفوس رويا نطيبة. أحكي يا شجرة بلدي عن شموخ بلدي الحبيبة بالكرم طمحة بحورة والنفوس رويا نطيبة. كردفان نبع الأصالة روعة بفنون العجيبة. انت منا الخلد دوحة لأهل أرضك وهيبة. كردفان نبع الأصالة روعة بفنون العجيبة. انت منا الخلد دوحة لأهل أرضك وهيبة. احكي 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 يا شجرة بلدي. احكي احكي احكي
ما بتكون غريب
وزرت يوم بجنب كل زال بخدمك بسبة ودوم سبة سمح القول سمح القول كشرة فيه ولا سبة ولا ودرت السفر كل الفريق انكبة لو درت السفر كل الفريق انكبة ولو درت السفر كل الفريق انكبة لأهل الأرض كوهيبة ورد فن بالأصالة روعة بفنون العجيبة انت من الخلد دوحة لأهل الأرض كوهيبة احكي 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 يا شجرة بلدي تم برنامج إدارة الموارد غرب السودان بواحدة من أعقد مشكلات التنمية وأهم تحدياتها المتمثلة في توفير مياه الشرب النقية لإنسان الريف الذي آثر الحياة بعيدا عن ضوضاء المدينة وتعقيداتها وعمل على تحويل الموارد المتاحة لقيمة تدعم الاقتصاد على المستويين المحلي والقومي. فالإنتاج الزراعي هنا بشقيه النباتي والحيواني يمثل ثروة تستدعي تدخلات تنموية لإزالة المعوقات التي تعترض طريقها. لذا جاءت مجهودات الدولة على كل مستوياتها مضافا إليها مجهودات المنظمات الوطنية والدولية في سبيل تخفيف معاناة سكان الريف للحصول على الماء النقي خاصة في كثير من مناطق الإنتاج الزراعي والتي تتطلب جهدا وزمنا يتراوح ما بين 4 إلى 8 ساعات يوميا في سبيل الحصول على ما يسد ويروي رمق وظمأ الأسرة. فجاء برنامج إدارة الموارد غرب السودان إسهاما فاعلا تفجيرا للطاقات واستنهاضا لهمم المجتمعات الريفية للمشاركة في أهم أولويات التنمية بتفعيل دور الإرشاد في تحريك المجتمعات وتكوين لجان المياه القاعدية إضافة لتدريبها تعزيزا للنهج المتكامل في إدارة الموارد المائية وبما ينسجم والأسس العلمية والصحية. فالإنجاز هنا يحكي عن نفسه من قرية أم جنيبيلة بريف أم روابة والتي يتجاوز تعداد سكانها 100 أسرة جلهم من الزراع كانت ومنذ 80s تعتمد في شرابها على حفير سعته 15,000 متر مكعب بذلت الدولة والكثير من المنظمات جهودا كبيرة للحفاظ عليه وصيانته. وجاءت إسهامات البرنامج على النحو الذي يكفل استدامة خدماته عبر تنفيذ برنامج التوعية والتدريب وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية والتي بلغت 25% من التكلفة الكلية. وعمل البرنامج على تغطية نسبة 75% ليتم تحسين الحفير وعمل السياج وتركيب سهريج بسعة 5,000 لتر وتوفير وابور قوة 18 حصان لرفع وسحب المياه وإضافة المواسير وفصل شرب الإنسان عن الحيوان. والله الحمد لله الحفيرة وفرت لنا الكثير
الجهد برضو والمسافة. كانوا الأطفال بدعبوا بعانوا الناس الكبار برضو دم منطقة بعيدة يعني. الشافعي يقوم من الليل وحدين يمشي الصباح، لما يجي السهر ذاته ينوم يقوم عيان. الحمد لله شي الحفيرة من جات يعني استفدنا منها الكثير، لو عندك شجر تسقيه. والحمد لله الموية متوفرة في أي لحظة، البيت بكون فيهم الناس الحمد لله تغسل وتكوي وتسقي الأشجار. وامتدت خدمات البرنامج في هذا المجال وبمشاركة مجتمع قرية شق النوم بمحلية بارة بتحسين البئر الخاصة بشرب المياه، وتم فيها تركيب سهريج بسعة 4000 لتر ووابور وطلمبة سحب. وعمل المجتمع على إمداد المنازل بالمياه عبر شبكة محلية تديرها لجنة المياه بالقرية، وتعمل على توظيف إيراداتها لمقابلة متطلبات التشغيل والصيانة. أيضا امتدت خدمات البرنامج في مجال المياه لتغطي قرية مليح النظيف بتوفير السهريج والوابور، لتبلغ الإنتاجية اليومية للبئر 80 برميلا. هذه المجهودات ساعدت كثيرا في تأمين الإمداد المائي لشرب الإنسان والحيوان، وأسهمت ضوابط التشغيل في الحفاظ عليها والتقليل من مخاطر تلوث المياه، مما قلل كثيرا من الأمراض المنقولة بواسطة الماء خاصة وسط شريحة الأطفال. ونجد أن وفرة المياه وسهولة الحصول عليها بهذه القرى ساعد النساء كثيرا للتفرغ لإدارة شؤون الأسرة والطفل والاستفادة من الزمن في الأنشطة المدرة للدخل لدعم اقتصاديات الأسرة. وبيئيا أسهم توفير المياه في تغيير نمط المباني، مما قلل الاعتماد على الغابات، وعمل على رفع الوعي، وذلك بإقامة المشاتل القروية وزراعة الأشجار المثمرة كالليمون والبرتقال والمانجو والعنب وأشجار الظل ونباتات الزينة كما في قرية شق النوم، لتنام وتصحو على الخضرة والماء. وفي مجال التعليم شجع توفر المياه على تشييد المدارس بالمواد الثابتة، وانعكس ذلك إيجابا في تحسين البيئة المدرسية وجعلها جاذبة للأطفال وزاد من فرص قبول التلاميذ. الحمد لله المدرسة عندنا صدقت لنا سنة 2008. هسه الحمد لله مدرستنا مدرسة غرية. مدرسة الغرية هي سنة تقبل وسنة ما تقبل. عندنا حاليا هسه بانين فيها فصلين، والاسبوع الجاي ده يوم 30 بنرمي حجر الاساس برضه لفصلين. والحمد لله وفرت الراحه للطالب. زمان كان بيعاني بمشي الحلال ويجي تمسك الملاريا، هسه الطالب بقى يمرق من البيت ربع ساعه ما في يمشي يفطر ويرجع المدرسه. ختاما، هذه ثمار لتضافر شراكات فاعله تشكل ملامح لبرامج هادفه في مجال صيانة وإدارة الموارد المائية والبيئية بالريف، وتستدعي مزيدا من الجهد والدعم، وما التوفيق إلا من عند الله. بلدي احكي يا شجرة بلدي احكي.
شجرة تبلدي. زور كردفان في عين في سهولة بتشوف خضرة وجمال وضعيف، بتشوف سر برهو والبجعة باقية زينة والخير الكثير، الفضل بادي علينا والخير الكثير، الفضل بعد علينا والخير الكثير، الفضل بعد علينا
الصحة. في كل العالم في السنوات الأخيرة زاد الاهتمام بالبيئة، وبدأ المختصون في المجالات الصحية والبيئية يبدون قلقا متزايدا مما يرونه من متغيرات بيئية أحدثها الإنسان وساهم في إيجادها بطرق مباشرة وغير مباشرة، مما ينذر بخطر انعكاس هذه المتغيرات على صحة الفرد والمجتمع. ويبقى من الضروري أن نقول بأن البيئة الاستشفائية ومباني الرعاية الصحية تصف الوضع المادي والثقافة التنظيمية التي تدعم المرضى وعائلاتهم من خلال الضغوط التي يفرضها المرض، المستشفيات، الزيارات الطبية وعملية الشفاء. وبكل تلك المفاهيم بدأ الاهتمام في ولاية شمال كردفان بالصحة يأخذ حيزه المطلوب شيئا فشيئا. ولعل الاهتمام بالصحة يعد ضمن الأجندة المهمة في مشاريع النفير، ولعل مستشفى الضمان الاجتماعي يعد واحدا من الصروح الطبية الشامخة في ولاية شمال كردفان، وكان الغرض منه تقديم الخدمات الطبية ذات المستوى الثاني، وهي تقديم العلاج للمشاكل الأكثر تعقيدا من التي تختص بها الرعاية الصحية الأولية، وبعض خدمات المستوى الثالث وهو الرعاية الصحية التخصصية عالية التقنية لمواطني ولاية شمال كردفان عامة ومحلية شيكان بصفة خاصة. الجدير بالذكر أن مستشفى الضمان الاجتماعي يضم 200 سرير، ومن خلاله سوف يتم تقديم كافة الخدمات الطبية من خلال قسم الطوارئ والمسالك البولية والعظام والأذن والأنف والحنجرة وخدمات العيون والمخ والأعصاب والجلدية، إلى جانب خدمات الجراحة ليوم واحد وغرفة عمليات ليوم واحد ومجمع للعمليات الجراحية ومجمع للنساء والتوليد ومجمع المعامل ومجمع الخدمات. الاهتمام بمشروع مدينة الأبيض الطبية كان واضحا حتى على مستوى المركز، حيث ذكر وزير الصحة بحر إدريس أبو جردة أن مشروع مدينة الأبيض الطبية يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة بهدف توفير الخدمات الصحية لكل مواطني البلاد، وتوقع أن تصبح المدينة مؤسسة إقليمية كبرى تخدم كل مناطق ودول الجوار. أحكي يا شجرة بلدي عن شموخ بلدي الحبيبة، بالكرم طمحة بحورة والنفوس رويا نقيبة. أحكي يا شجرة بلدي عن شموخ بلدي الحبيبة، بالكرم طمحة بحورة والنفوس رويا نقيبة. We'll be right back.
على رماد فنون العجيبة. انت من الخلق دوحة لأهل أرضك وهيبة، ورد فنبع الأصالة رماد فنون العجيبة. انت من الخلق دوحة لأهل أرضك وهيبة. احكي 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 يا شجرة بلدي، احكي 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 يا شجرة بلدي. احكي 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 يا شجرة بلدي.